بونجور نحل اليوم نيميرو 10 باج 11. عم بيقول لي هون كولري اون بارتي دو لا فيغور كورسبوندون ا لا فراكسيون انديكي. كل فيغور عطيني لها فراكسيون. بدي روح شوف انا الفراكسيون انديكي شو بيطلع عندي اياها بالكولوراسيون للفيغور. هون عندي الفراكسيون هي 1 سور 4، عندنا السيركل مقسم ل 4 بورسيون. هاي معناتها انه البارتي كولوري هي 1 2 4، يعني 1 بورسيون دي 4 بورسيون اي كولوري. يعني بيطلع لنا نعمل كولوراسيون ل 1 بارتي، فينا هاي لحال، فينا هاي، فينا هاي، فينا هاي، المهم يكون 1 2 4. هلا هون الفراكسيون اللي عندي اياها هي 2 سور 3. الدينوميناتور هو 3، سيتادير انه التوتال النمبر توتال دي بورسيون او دي بارتي اي 3. مي le nombre de portions ici اللي عندنا اياها بالفيغور هن 1 2 3 4 5 6 6 portions. هذا الشيء معناته انه نحن هون عطيني هو فراكسيون ايكيفالونت. عشان هيك نحن الاول خطوه بدنا نعملها، ما فينا نعمل كولوراسيون لاثنين بارتي، فبدنا نعمل نحول النمبر توتال او الدينوميناتور ل 6 لحتى اعرف كم بارتي بدي اعمل لها كولوراسيون. لحتى احول 3 ل 6 انا المفروض اضربها ب 2. ضربت الدينوميناتور ب 2، يعني المفروض اضرب النيميراتور كمان ب 2 لحتى يطلع عندي الفراكسيون ايكيفالونت على الفراكسيون اللي عندنا اياها، ويكون عندها الدينوميناتور 6. 3 فوا 2 6، حصلنا على الدينوميناتور اللي هو 6. 2 فوا 2 4. هلا صار في عندي الدينوميناتور 6 على قد النومبر دو توتال دي بارتي دون سيت فيغور. هلا الكولوراسيون بارتي النومبر دي بارتي كولوري هن 4، بدنا نعملهم كولوراسيون. بيجي بلون 4 بارتي، 1 2 3 4. اسي فراكسيون اللي عندنا اياها هي 2 سور 6. اول شيء بنتاكد اذا الدينوميناتور مزبوط، يعني عندي 6 بارتي توتال، 1 2 3 4 5 6 مزبوط. كم وحده بدها تكون كولوريه او ما نعملها كولوراسيون؟ دو بارتي ما نعملهم كولوراسيون. بيجي بعمل اثنين بارتي بلونهم، هيك بتصير الفراكسيون مزبوطه مع الفيجور. هون 15 سور 16، الدينوميناتور هو 16، يعني النمبر دي بارتي توتال لازم يكون 16. نيجي بنعدهم 1 2 3 4. ما انتفت لشغله انه انا بدي اعد 16 بارتي بده يكونوا قد بعض ايكو نفس الفيجور. 1 2 3 4، يعني هون انا الفيجور البارتي هي عباره عن تريونجل. نرجع من هاد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، طلعوا 16. هلا انا بدي لون 15 بارتي من ال 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. عملنا الفراكسيون، عملنا ريبريزنتاسيون للفراكسيون دو بارتي كولوريه ici sur la figure. بهذا الشكل بكون خلص نيميرو 10 باج 11.